السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله نوجد واحد الشلاضة بالروز. هنا المقادير كتبقى على حسب الأشخاص وكذلك على حسب اللي موجود عندكم. عندي هنا زلافة ديال الروز كلاسي، غنغسلها ونديرها تسلق. مني كتقرب الطيب كنضيف ليها واحد الزلافة تانية ديال الروز عادي داك الأبيض باش كتعطينا واحد التعليكة كتكون مزيانة. إلا درنا الروز كلاسي بوحدو كيجينا شوية مفروق، وإلا درنا هذا الروز الآخر الأبيض كيجينا معلك بزاف. هنا درت الروز تسلق، قرب هنا يطيب عندي، كنضيف ليه الرز العادي الابيض لان كنعرفوا هذا الرز الابيض هذا كيطيب بسرعه. صافي غنخليه يطيب وغنضيف ليه كذلك شويه ديال الملح. صافي دابا خديت هنايا واحد تقريبا واحد ربعه البطاطات على حسب القياس اللي فيهم، تقريبا تكون واحد ربعه. سلقتهم قطعتهم، غنحاولوا ملي كيكونوا سخان نمعكوهم هكا كيكون احسن. انتما كتشوفوا ملي كتكونوا سخان كيتمعكو وكيكونوا لينين، ماشي بحال الا بردو كتولي عندنا البطاطا بحال شكل الاستيك ما كتجيناش مزيانه. غنبدا نضيف لها المكونات اللي غنسمها بها ونقول لكم في نفس الوقت. ضفت واحد الفرماجه مثلثه، واحد نص معلقه ديال الزبده اللي انا سبق ليا صوبتها معاكم اللي كنسمو بها كيف قلت لكم بطاطا او الرز، هي هذه. غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو وكذلك المقادير بالضبط لكل الحاجه. صافي هنا من بعد ما درت فرماجه مثلثه درت واحد نص معلقه ديال الزبده، كتساعدنا على البطاطا انها تنسجم لينا وكذلك كتبقى رطبه. غنضيف واحد شويه الملح، الملح هنا كيبقى على حسب الذوق، كذلك شويه ديال الابزار. يمكن لكم انكم تضيفوا لها المايونيز او الفرماج حمر يكون محكوك رقيق على حسب ما يكونش باين، هذا كيبقى اختياري. صافي هنا كنبقى نمعك فيها وفي نفس الوقت كنبقى نضيف المكونات. غنضيف ثلاثه المعالق كبار ديال المعدنوس، من الاحسن يكون المعدنوس ما يكونش مع القزبر كيكونوا مقطعين هذيك الساعه باش نبغيو نخدموا بهم يكون احسن. غنضيف واحد المعلقه ديال الكليله من السماء بالزعتر، يمكن لكم تستغناو عليها الا ما عندكمش ديروا غير جبن عادي. انا هنا درت فيها هاد البطاطا، درت فيها كيف شفتوا فرماج ودرت فيها الزبده ودرت فيها كذلك هاد الكليله. ما بغيتش ندير فيها المايونيز لان غندير الرز غندير فيه المايونيز، كبغيت كل حاجه يكون عندها مذاق مميز. صافي غنخلطها غنحتفظ فيها فواحد الجانب كذلك. الطريقه اللي كندير دابا كنوجدوا جميع العناصر المكونات ديالها وكنخلطوها وكنحطوها في واحد الجانب باش ملي كنبداو المونطيو كتجينا الخدمه سهله. دابا الرز عندي تسلق وبرد، كذلك وجدت المايونيز اللي غنخدم بها هاد السلطه هادي. غندير معلقه ونص ديال المايونيز في الرز، غنضيف تقريبا واحد راس معلقه ديال الابزار. صافي كنخلط العناصر كامله، كنكتفي في الرز غير بالمايونيز والملح وكذلك شويه ديال الابزار باش كنحافظوا على داك المذاق ديالو. صافي كنخلطو حتى كتنسجم ليا العناصر كامله وكنوضعو كذلك في واحد الجانب. صافي دابا غندوزو للجزر او خيزو اللي حكيت وشحرتو بشويه ديال زيت الزيتون اللي كان سبق ليا حضرت معكم به البلبوله او شلاطه ديال البلبوله، وقلت لكم هاد المقادير غنقسمها على زوج باش نصوب بها جوج ديال لي سالاد. هو هذا النصف اللي يبقى ليا من شلاضه ديال البلبوله لانني صوبتهم في نفس النهار، تقريبا واحد ربعه ديال الجزرات على حسب الحجم ديالهم هما اللي كنحكو وكنخدمو بهم. غنخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال الفيديو ديال السالاد ديال البلبوله. صافي شحرته وخديت النصف ديالو، غادي نبدا نوجد ليه التوابل دابا ديالو. الكميه اللي بقات عندي ديال الجزر غناخد النصف ديالها، غنضيف ليه الملح وكذلك قزبر حبوب اللي مطحون ومغربل، وغنضيف ليه واحد نصف معلقه ديال المايونيز، وغنضيف ليه الطون اللي عندي ديال المطيشه. لهذا ضفت ليه القزبر حبوب لان القزبر حبوب كيمشي مزيان مع الطون كيهرس لينا شويه داك الجهد ديالو. هنا غنستعمل جوج انواع ديال الطون ديال المطيشه اللي درتو مع الجزر باش يهرس لنا ديك الحلاوه ديال الجزر، وكذلك غنستعمل الطون عادي ديال الزيت، لكن هنا الطون ديال الزيت ضروري خصنا نشفوه مزيان من الزيت اللي فيه. كيف كيمكن لكم تعوضوا هاد الطون كامل بشرائح ديال لدانت او ديال الدجاج، لكن حاولوا تقطعوهم يكونوا نفس الطريقه باش محكوك الجزر. ويمكن لكم كذلك الا كان عندكم السمك الابيض كذلك يمكن لكم تفوروه في الدار او تدخلوه للفرن كتستعملوه حتى هو كيجي رائع. والنصف الكميه اللي بقات عندي ديال الجزر غنضيف ليها غير المايونيز والملح وكذلك شويه الابزار، وغنخدم بها كذلك في واحد المونتاج ديال الوالدات الصغار. صافي كناخد الطون الباقي غنضيف ليه واحد جوج معالق
صغار ديال البصله حمراء اللي شلتها وحطيتها نشفت شويه، ما تشلدوهاش هذيك الساعه وديروها باش ما تطلقش لكم الماء فيه، كتنشفوه مزيان صافي. غنخلط هذا الطون هذا مزيان مع البصله، غنضيفوا ليه قزبر حبوب اللي مطحون، كيجي مزيان مع هذه الانواع هذه ديال السمك صافي. كذلك غنخلطو مزيان وغندعوه في واحد الجانب. غنمنطي معكم دابا في هاد الليمون هادو اللي كنخدمو بهم الحلويات، كيجي الشكل ديالهم كذلك رائع الا بغينا نقدمو الفردي. وضعت البطاطا هي الاولى، غنضيف ليها الطون من بعد ما كنضغطو عليها واحد شويه صافي. من بعد الطون غنضيف ليها الرز. هنا كيبقى المونتاج على حسب الشكيلات اللي بغيتو، غتشوفوهم في الاخير كيفاش كيجيو. غنضيف الجزر هو الاخير، هاد الجزر هو اللي خليته عادي، درت ليه غير المايونيز وكذلك الملح والابزار صافي. عندي انا هذه ديال المول اللي عندها واحد الدائره صغيره في الوسط، كنضغطوا عليها وكن بحال الشكل كيفاش كنديروا الحلوه ديال التمر، كنبقاو غاديين حنا كنضغطوا وكنطلعوا في المول، كيعطينا هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا فيه الدائره في الوسط اللي كنعمروه بالمايونيز صافي. غدا ندير الشكل الاخر. هنا انا غنعطيكم فكره، كل اختيار كيبقى لكم. درت الرز هو الاول، دابا غنضيف ليه الجزر، غنضيف من بعده البطاطا، من بعده غدا نضيف الطون صافي. الطون غيكون هو الاخير، نفس الشكل باش حيدنا المول في الاول غنديروه هكاك في الثاني، غير هنا كنغيروا الاشكال صافي. هنا غندير الجزر هنا هو الاول، ضفت ليه البطاطا، غنضيف في الوسط ديالو الطون، ومن بعده ان شاء الله غدا نضيف الرز. الا ما عندكمش بحال هاد المولات او هاد الطوابع، يمكن لكم تضغطوا غير بمعلقه في اي مول عندكم وكتخرجوا، كيكون حسن من الزلافه. الزلافه دائما كنلقاو مشكل كي خصنا ندهنوها بمايونيز وما كتعطيناش بحال هاد الشكل هادو ديال الوريدات. دابا غنشوفوا هاد الشكل هذا اللي كنخدموا الا بغينا نخدموا عائلي. غنخدموا انا بهاد البواطه هادي ديال الحليب، انا قسمتها على زوج على حسب العبار اللي عندكم كتخدموا بها. ما غندهنهاش هنايا لان هي من الداخل ديالها ملسة. كندير هنا البطاطا هي الاولى، كنضغط عليها وكنحاول انني نجمع مره مره الجوانب هكا باليد ديالي باش كتبقى ديك الفورمه ديال المول اللي درت. هذا مول ديال باكيه ديال الحليب اللي كتبقى عندنا صافي. من بعد ما كنكمل الحشوه الاولى كنبقى نضغط من الجوانب وكنجمع باش ما تخرج ليا الفورمه مقاده، وكنحاولوا من نديروا معلقه ونقادوا من الجوانب. من بعد ما كنحيدوا المول كيبقاو يبانوا لينا الالوان من الجوانب مقادين صافي. دابا هنا غنضيف الجزر، هذا هو الجزر اللي خلطته بالطون ديال المطيشه صافي. نفس الطريقه كنبقى نضغط كنقاد الجوانب صافي. من بعد دابا غنضيف الطون اللي عندي، هذا نصف ديال العلبه ديال الحليب، كتهز بواطه ديال الطون. انا بقى عندي غير هاد الشيء غنديرو، ما كترش منه لان ديجا انا درت الطون ديال المطيشه في الجزر صافي. سرحته كذلك وضغطت عليه، ضفت دابا الرز حتى هو نفس الطريقه، غير كان حنا كنخدمو وكنضغطو مزيان وكنجمعو من الجوانب مره مره صافي. من بعد ما كملتو كنبقى مره مره نضغط على الجوانب كيف غتشوفوا معايا هكا باش كنقاد الحجم ديال العلبه صافي. غناخد الطبسيل غنقدموه فيه، غنقلبوه لان الرز غيجينا في الاسفل والبطاطا غتجينا في الاعلى صافي. من بعد ما كنحطو البواطه في الطبسيل اللي غنقدموه فيه كنضغطو عليها كذلك من الجوانب باش كتجمع مزيان وكتعطينا فورمه واحده، وكذلك كتحيد معنا بسهوله كيف غتشوفوا، رغم انني ما دهناهاش لان الداخل ديالها كيكون ملس، بسهوله كتحيد، ما نضطروش اننا نديرو بلاستيكه او شي حاجه. ها نتوما صافي، شوفوا العلبه كيفاش خرجت نقيه وكذلك خرجت لينا فورمه وحده. شوفوا الشكل ديالها من الجوانب كيفاش كيبانوا الالوان، كتكون من الاحسن انا تقدم بهذه الطريقه. كناخذوا طوماط سويس ومطيشه تكون صغيره على حساب اللي موجود عندنا، وكنخويوها من الوسط وكنوضعوا فيها المايونيز. كذلك خديت واحد مطيشه اللي قطعتها على شكل ورده باش زينت من الفوق، ودرت كذلك المعدنوس. ما بغيتش نكثر التزيين، التزيين كيبقى على حساب اللي بغيتو باش يبان لكم الشكل ديالها من الجوانب.
كيف يمكن لكم أنكم تزينوها بالفواكه الجافة، وكذلك تزينوها بالخيار الفكور، كذلك هذو اللي وجدت بالطابع الصغير كيفاش كيجيو الألوان ديالهم، اللي كيجي الجزر فيهم في الأسفل، وكذلك اللي كيجي من الفوق اللي وضعت فوق منه المايونيز، كيجيو رائعين الشكل ديالهم. كنتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ديال اليوم والشكل باش حضرت هذه السلطة هذه وتجربوها. واللي غيزور القناة لأول مرة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش دائما يتوصل بالجديد، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء.